إذا للتعليق على ما ورد في هذا التقرير ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح وزير الكهرباء الحالي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. الوزير تنصل من مسؤولية الانقطاع المتكرر للكهرباء وألقى باللوم على الحكومات السابقة، هل هذا يعفيه من المسؤولية في ظل المخصصات المليارية التي أنفقت على وزارة الكهرباء دكتور؟ بالبداية مساء الخير وتحياتي لجميع العاملين في قناة الرافدين الفضائية ولجميع السادة المشاهدين. نعم، سؤال جيد. لا يعفيه. لماذا؟ لأنه شوفوا، ما جاءت أمة إلا ولعنت أختها. يعني كل حكومة تجي تتشكل وتلعن الحكومة التي قبلها. أحكي لك، شوف، في عام 2017 حضرت ندوة الطاقة في بغداد، وكان آنذاك العبادي هو رئيس الوزراء. نعم، كانوا كلهم حاضرين، وزراء النفط، وزراء الطاقة، وزراء كافة الوزراء موجودين، وكلهم طبعا قالوا أنه لا، سوف نحل هذه المشكلة وسوف نقوم بإيجاد منافذ لحل هذه المشكلة. لكن مع الأسف من 2017 لحد الآن لم تحل، سوى فقط وعود كاذبة. أين الخلل دكتور؟ أين الخلل؟ الخلل في إدارة مشكلة الكهرباء، سواء كان في وزارة الكهرباء أو في وزارة النفط أو بشكل عام في إدارة الوزارات العراقية، كلها تأخذ على عاتقها هذه المشكلة ويجب أن تحل. طبعا بالدرجة الأولى وزارة الكهرباء ووزارة النفط. طيب دكتور سناء، يعني قبل أكثر من 10 سنوات خرج على الشاشة الحكومية العراقية خرج حسين الشهرستاني وقال إنه في عام 2013 سنقوم بتصدير الكهرباء إلى دول الجوار. هناك تورط مسؤولين في دوائر الكهرباء في العراق، هناك يقومون باختلاسات وعمولات. هذه الأموال التي تنهب دكتور سناء، إلى أي مدى كان لها دور في حالة تردي خدمة الكهرباء في العراق؟ لها مدى كبير في تردي حالة الكهرباء بالعراق، لأن هذه الأموال كبيرة جدا، ولو استثمرت ولو صرفت على حل أزمة الكهرباء لا تمكننا على الأقل، أنا بتقدير طبعا، من حل ما لا يقل عن 50% من هذه المشكلة. ولكن مع الأسف كل ذهب بما حصل عليه من هذه الأموال ولم ترجع أو لم يرجع ولا دينار واحد إلى حكومة إلى ميزانية الدولة أو إلى خزينة الدولة. نعم. لماذا لا تربط الشبكة الكهربائية في العراق بالشبكة العربية؟ ما الخلل في ذلك دكتور سناء؟ سؤال مهم جدا. نعم، وهذا السؤال طرح سابقا، والدول العربية ومنها السعودية قالت بأننا نتمكن من تصدير الطاقة الكهربائية للعراق، لكن الأحزاب السياسية بالسلطة وقفت بالضد من هذه. لماذا؟ لأنه من مصلحتها أن يتم استيراد الكهرباء والغاز من إيران، ومن أجل حل مشكلة اقتصادية داخل إيران برأس العراقيين. نعم نعم. عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.